بداية من إسبانيا التي يجري منتخبها الوطني تدريباته حاليا استعدادا لمباراته الودية الأخيرة قبل سفره إلى البرازيل لخوض نهائيات كأس العالم في يونيو القادم، وتواجه إسبانيا منتخب بوليفيا وديا يوم الجمعة القادم بمدينة إشبيلية. ولم يشارك في هذه التدريبات دياغو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد نظرا لإصابته بتمزق في العضلات والتي ما زال يعاني منها حتى الآن، وسيحتاج لنحو 15 يوما للتعافي منها وفقا لتقارير إعلامية. واختار فيسنتي ديل بوسكي مدرب منتخب الماتادور بطل العالم 19 لاعبا فقط لخوض المباراة الودية، وسيعلن القائمة النهائية لتشكيلة الفريق في المونديال والتي تتألف من 23 لاعبا في 2 يونيو. وخلال بطولة كأس العالم تلعب إسبانيا في المجموعة الثانية مع منتخبات هولندا وتشيلي وأستراليا، وستكون مباراتها الأولى أمام هولندا في 13 يونيو. ونبقى مع استعدادات المنتخبات العالمية لكأس العالم، ولكن نتحول إلى المكسيك حيث أقام رئيس البلاد بينانيتو احتفالا لتوديع أعضاء المنتخب الوطني قبل سفره إلى البرازيل لخوض البطولة 15 في تاريخه. وحث الرئيس المكسيكي منتخب بلاده على الظهور بصورة مشرفة وتقديم عروض قوية خلال المونديال، موضحا أن قوة الفريق تكمن في أسلوب لعبه به الجماعي، وأن نحو 100 مليون مكسيكي من سكان البلاد يقفون وراء الفريق في مسيرته. بينما أوضح ميغيل هيريرا مدرب المكسيك أنه سيبذل قصارى جهوده لتحقيق أفضل النتائج للفريق، خاصة وأنه فشل في التأهل لدور الثمانية خلال بطولات العالم الخمس الأخيرة التي شارك فيها. إنني ملتزم أمام مشجعين الرائعين بتحقيق أفضل النتائج. هناك 32 منتخبا وطنيا يمتلكون نفس إمكانياتنا. التأهل للدور ربع النهائي على الأقل هو هدفنا الذي حددناه، لكننا جميعا في الفريق نأمل في العودة إلى المكسيك حاملين كأس العالم. وتأهل منتخب المكسيك إلى دور ربع النهائي للمونديال مرتين فقط خلال البطولتين التي استضافهما على أرضه عامي 1970 و1986. ونختتم أخبارنا مع كرة القدم اللاتينية أيضا، حيث فاجأ رامون دياز مدرب ريفر بليت الأوساط الرياضية في الأرجنتين بتقديم استقالته من منصبه يوم الثلاثاء رغم نجاحه في قيادة الفريق لإحراز لقب الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، ذلك منذ نحو 10 أيام. وقال نادي ريفر في بيان له إن دياز اجتمع مع مسؤول النادي وأكد أنه حقق هدفه مما دعا للانفصال عن الفريق. وتولى دياز تدريب فريق ريفر بليت منذ أواخر عام 2012 وقاده لأول لقب للدوري منذ عام 2008. وفاز دياز بلقب الدوري الأرجنتيني 6 مرات كمدرب مع ريفر، كما نال لقب كأس ليبرتادورس مع الفريق إضافة إلى كأس السوبر في أمريكا الجنوبية. خالد حسين، رويترز.